السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوكاتي. أتيت لكم بسلسلة ترفيهية أتمنى أن تنال إعجابكم تحت عنوان سلسلة ألعاب الجيل الذهبي. كيف تصنع أظافر حيزبون شريرة من غلاف الشوكولاتة؟ ينصح اللعب بهذه اللعبة مع أشخاص كبار. كما تلاحظون أكلنا الشوكولاتة وأخذنا الأغلفة ديالها وعملناها بهذه الطريقة. المهم هي فقط للتسلية. تذكرت أنا والأخت ديالي هذه اللعبة، كنا كنلعبوها في الصغر ديالنا، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم للتسلية. وغير هي ما ننصحكمش أنكم تلعبوا مع الأطفال، يلعبوا بالأطفال، حيتاش كيكون هذوك الأظافر شوية ماضين، يعني لي ما تخلوش الأطفال ديالكم بوحدهم كيلعبوا بها، يقدروا يأذوا راسهم، راكم عارفين. انا غير بغيت نذكركم بها وصافي، باش عارفوا الجيل الذهبي ديالنا كان كيستخدم اشياء بسيطه وكان كيختار على الالعاب ديال التسليه ديالو لراسو، ماشي بحال دابا في هذا الوقت. راكم عارفين الاسواق ولات متوفره بزاف الالعاب بكثره، والاطفال كيعانيوا من الملل، في حين حنا كنا كنستخدموا كما تلاحظوا اشياء بسيطه وكنرفوا بها على الانفس ديالنا، كنخلقوا السعاده بزيرو درهم كما كيقول لك. المهم هنا بديت كنلعب انا والاخت ديالي لمحاربه الملل في اطار هذا الحجر الصحي. كنتمنى والله يصرف عنا الوباء، وانا بغيت نذكركم بها وصافي، وكنتمنى ليكم فرجه ممتعه. أترككم مع ضحكة الشريرة للتسلية فقط. شكون اللي كان كيديرها في الطفولة يخلي تعليق نسترجع الذكريات معا؟ واللي عنده شي اقتراح ولا شي لعبة من ألعاب الجيل الذهبي خلي اسمها في التعليق. شكرا على حسن تتبعكم، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.